تعتقد انك شهاداتك ممكن تأهلك انك تكون اتش ار ناجح؟ ان شاء الله استاذي، انا معي شهاده ماجستير باداره الاعمال، بالاضافه الى انه انا حاب امسك عندك قسم الموارد البشريه اللي هي اتش ار، وباذن الله راح اسويه بطريقه عصريه جدا، راح اخلي الموظف حاس حاله جالس بالبيت مرتاح. هذا الحكي دائما بسمعه من الشباب. استاذي معلش بعد اذنك، انا عندي خطه ممكن افرجيك اياها، هاي الخطه بناء عليها انا راح اشتغل باذن الله. شوف يا ابني، اعتبر حالك من هاي اللحظة انت تعينت. مبروك. اسمع شو هذا؟ استاذ انت محترم؟ انا استغربت انت محترم، يعني شكلك ليك حبي ذلك، ولكن استاذ انت مشغل كونديشن برا، وقد ما هو استاذ حرارة انا عرقت. شو ها؟ اوه سقف لك، يعني سقف لك. انت كيف دخلت هان ومين انت؟ استاذ دخلت من الباب. استاذ عبد الرحمن عندي مقابلة بعد تويتي. بس المشكلة انه رن لي قريبي قال لي عبد الرحمن انت وين؟ قلت له بدي اقابل واتوظف في شركة جديدة. قال لي انا بروح القريب. قلت له هاني داخل عند المدير اتوظف ورا الجايك، فيلا وظفني بدي اطلع مستعجل. ليش مشكلتي؟ شو ايش بتصرخ انت يا ابو احمد؟ عفيك ما انت اناني. انا لو ركبت باص النقل العام يا انا حظي بعرف، يا بركب جنب شباك فالت وبالفحم الهواء بروح ممغوص، انا بقعد جنب السايق شعر هاي الصفيح الملتهب الساق وضل شغلي. عفوا انت عايش بتناقش الوظيفه انا اخذتها والحمد لله رب العالمين. شو في خيانه هون؟ يعني هشام ريحتي شنو انت؟ انت مين وسطك؟ شهادتي. شو شو تتنكد؟ والله انا ضحكتني. شو قاعد شهادتي مكروه انت؟ وهي الشهادة زي تعرف الدورة اللي بقلقها بالروضة. يلا يلا كل بعلمك، لا يمكن أقبل أي واسطة. أنا بدي شباب تشتغل. شو عم ماني شباب وما هشتغل عادي استاذ، يعني إذا موضوع الشباب أني لسه عمري 29 سنة يعني ما ختيرتش. بعدين تويتي هذا نمغلب بشهادته. سمعك الفويس نوت يا أبو أحمد وقول لي إذا لسه هذا بدك تشغله. اسمع حبيبنا أبو أحمد، عبد الرحمن زي ابني وعز، شغله وانا بخدمك. لا تتعب حالك ولا يمكن. ابو احمد الرجل المناسب في المكان المناسب، لا تحاول استاذي. صحج يا تويتي، افرف يا تويتي. اسمع اسمع ها اسمع هالفويس نوت، اسمع دولت شو يقول لك. ابو احمد، عبد الرحمن غالي علي هو ابوه، وظف لي اياه عندك اخوي وانا بشكرك بطريقتي. ولا يمكن، هذا الوطن بده شباب شرفاء، بدها مسؤولين تخاف ربنا. أنا لن أسمح بالواسطة حتى لو على قطع رقبتي. أنا مبادئي لا يمكن تنباع وتنشر. أنت بدك واسطة؟ ولا يمكن قلت لك. ولا يمكن. لا يمكن. لا تعب حالك. لا تعب حالك. وتمسك أشرار. إذا أنك تمسك على التالي أمسك اثنين. إذا بقبل واسطة. أسمع هالفويس نوت. أبو أحمد، هذا الولد بعز علي، وصفه عندك أي شيء حتى لو محلك. واسمع منيح، إذا ما بتشغله والله والله بحرد وبروح عند أهلي. وتعال حلها مع أبوي، ترى هذا الولد ابن أختها لنوال تبعت الصالون. بديش مشاكل، ترى نوال عزيزة على قلبي. عرفتك عرفتك، أنت مش عبد الرحمن؟ أنا عبد الرحمن. تقول لك احكي لي نوال اللي بتساوي شعر محمد خالصي. عرفتك أنا مرة شفتك وانت داخل على الدار. بس أنت كنت مثقل تذكر بالعشاء كنت. بتذكر عشان اللي كنت بتحبك. اي بتذكر. صحيح نسولف لحالنا. يلا قوم روح. يلا يلا يلا، ما هي اجار البدله. يلا هو الحر طيب. يلا يلا قوم يلا شد وك. يلا وك يلا، عندي بدي اروح، ما مو مستناني. استنى استنى، في واقي بدنا الخطه. انت معك يا ابو احمد، وانا سعيد. يلا روح انت وتجول في السلات الاردنيه. شرفنا بمعرفتك يا أبو أحمد. شو بده افكت وطم بم بم شو شو أخبارك؟ الثانية يا أبو أحمد ما شاء الله عليك كبران. أنت من متى ضميرك صاحي أنت؟ أنا؟ شو عقالب فيها شرفيات؟ ما كل سوالفك عند خالتي، كل سوالفك عند خالتي. أنت من أسبوعين لسه موقع على عطاء وسارق. هم أنا لازم ألحق مامون. قديش راتبي؟ راتبك حاليا 350 دينار. بس راح أزود لك اياهم ل 400. لا بدرن على خالتي نوال تحكي مع خالتي. لا 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 اسمع، اعتبرهم 750. انسى. وتوصيل الى المجمع. وانا بوصلك بيدي وبجيبك بيدي، بس سكر التليفون. بسلم عليها بقول لها شو اخبارك؟
خلاص والله مش فاضي لي وسي في لي ايش منك. الله يسعدك. طب انا بدي اسبوع عطلة عشان انا عندي اشغال في القرية بشوفها. عبد الرحمن الساعة انت سمعت صوتها الساعة صارت الخامسة يعني مامون بستناني. انت مو بقدرش اتاخر عن مامون عم ابو احمد مش من اولها بلش احنا نضغط بعض يعني شو ها؟